يا سلام. رزق حز ليا شويش الله يعافيك. زيد زيد شويش إذا باهية باهية. يا سلام عرفتي قلت لك احسن طلوق. اذا مساء النور مساء الخير مشاهدي قناه شوف تي في كرام، اهلا ومرحبا بكم معايا. انطلقت معكم الان، انتم عارفين انني كنت خدامه البارح بالليل فغنطلق جولتي اليوم. اول بث ليا اليوم غادي يبدا مع الفنان شاكر الشهير بالشيخ الهامل، فنان مغربي هاجر الى الديار التونسيه، كيقول بانه ما لقاش الدعم في بلاده او لم يجد يد العون. غنى مع كبار الفنانين على راسهم الفنانه زينه الدوديه، فنان بوعلام ومن لا يعرفه، من لم يتغنى باشعار بوعلام؟ بوعلام خطير في الكلام وفي كل شيء، والفنان الجميل اللي انا على المستوى الشخصي كنحبه، انا عزيز عليا الحبيطري، فمني تمشي عنده اليوم طنجه سلم عليه تحياتي. اجو نعرفوا شكون هو الشيخ الهامل في هذا اللقاء. شاكر مرحبا بك. اهلا وسهلا، تحياتي بدءا بعد للاخت سميره. صراحة الله سميره يعجبني فيها الجراه والصراحه، انسانه جريئه صريحه. هذاك علاش بريس تقريبا لقاتنا واحد الصدفه جميله، انا يلا دخلت دابا تو ثلاث ايام هذه من بعد ما كنت في تونس والنواحي في الدول العربيه. ما قبل الهجره في المغرب، كي ديال البدايات؟ البدايات اش غادي نقول لك، هي حاجه في الدم. انا ايامات الدراسه وايامات الابتدائي كنت موهوس بالقصيده العاطفيه، فانا من صغري عندي نظم الكلام، كننظم الكلام. كتكتب؟ كنكتب، عندي تويكا 24 البوم. 24 البوم؟ ما شاء الله، علاش ما معروفش عندنا في المغرب؟ اش غادي نقول لك انايا، ممكن ما غاديش نقول وجه حشام ولا مي، انا تنحب كنبغي القصيده ديالي توصل وتعطي الصدى ديالها لوحدها ياك، والاذن الصاغيه هي تستجب تقول. راه كاين واحد الفنان عندنا في المغرب جاب واحد الستيل وحده، انا هذا الستيل ماهوش كاين في المغرب. المعروف به الواحد هو شاكر الهامل، المعروف بالشيخ الهامل المغربي، معروف على الصعيد العربي. ولا دخلتي للاستوديو يوتيوب غيعطيك انترناسيونال صوت شاكر الهامل كاين. مي ما هذا الستيل يمكن نقدر نقولوا مات مع موت شاب حسني. انا بقيت في الموسيقى نتاع الشاب حسني، وانا كذلك من عشاق هذا. نخدموا على مقام حجاز، البيات الرباع، الصبا، هذا هو الستيل. كنحطوا عليه كلام نظيف موزون كيقيس الواقع، كنوصلوا للجمهور. خدم معايا الشاب الحبيطي الغني عن التعريف، خدم معايا الحب الغدار كويني بالنار، خدم معايا الشاب عمرو عبيد الحال. غنيت ما تسولنيش على الحب، سولني كي راني نتعذب، لافونير مع هرب في مكاني خلاني. هذه انا وعمرو عملناها انديو. خدمت مع الشاب زينو اللي كان صافي لونطو مع زينه الدوديه، نهار غاب الصح. شنو كتبتي الدوديه؟ الدوديه انت غلطتي قبيله في زينو، قلت لك مش زينه، الشاب زينو اللي كان صديق زينه الدوديه. نعم، هذه صافي لونطو في التسعينات، خدم معايا قصيده بعنوان نهار غاب الصح وشي تفضح من الكلمات ديالي. اللي خدم معايا انا، خدم معايا زينو الحبيطري، الشاب بوعلام، الشاب سيمو الفاسي، الشاب ساره، ومؤخرا كنصرى الشناء اللي جيت عليه. هذا هو اللي كاين. علاش ما بقيتيش في المغرب؟ علاش ما درتيش البومات في المغرب؟ بزاف برشا 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 برشا. خدمت مع زريقه هشام، مع سيمو بساط غني عن التعريف، كنا كنلقاو طرحيه من الاستوديوهات، ولكن ما فماش انتاج اختي. على الاقل الجمهوريه التونسيه عندهم واحد الحس في الموسيقى السونتيمونتال، التوانسه كيحبوا موسيقى الراي. عندي جمهور في المغرب، عندي جمهور في الجي، عندي في الدول العربيه، مي التوانسه هذوك وحدهم. نقولوا بانهم قدروك اكثر؟ بزاف برشا برشا برشا. من نهار نزلت في مطار من نهار كي نزلت في مطار قرطاج، والله كي نزلت في مطار قرطاج صراحه الله ترحيب زعما حاجه ما تجيكش على البال صراحه الله. ضيافه وكرم، وكنا نخدموا في المحلات ديالهم والله العظيم، وخا ملاهي هي كيقدروك، يعني كتحس انه انت فنان قدامك جمهور عنده احساس، عنده صوتيمو. هذا هو الشعب التونسي باش كيمتاز. واش غادي نقول لك، ما فهمتش واش الاغنيه الهادفه ماتت او الاحساس اللي مات، والله ماني فاهم حاجه. السميه ديال الشيخ الهامل هذوك اش غادي نقول لك، مرتزقه هما راهم يتكلموا كلشي ساقي كلشي
هما السرقين وكيتسمونا بالسرقه. شاكر الهامل شوف تدخل على اليوتيوب على التيك توك على الفيسبوك تعمل شاكر الهامل يطلعوا لك لي زالبومات كامله. هذوك بعض المرتزقه بعض اعداء النجاح على خاطر كاين شيخ في الجزائر اسمه بوعلان بن زويه. الشيخ بوعلان بن زويه هما تيقولوا بان انت طفلتي على الفن الجزائري وسرقتي الاسم وسرقتي. بالعكس شوف اي فنان عنده واحد القدوه ميمون الوجدي رحمه الله وعليه عنده الشيخ ديالو في الجزائر الشاب ميمون. اي فنان اي فنان عندنا الحبيطري عندنا الحبيطريه متفقه معايا عندنا زين وعندنا زينه الدوديه. شوف الانسان لما كتحمل المشعل ديالو اختي سميره قضي الامر فهمتيني. اما لو كنا عشرنا في ذاك الوقت ربما كان غادي يكون عندنا اسم كما هما عندهم اسم باسكو كاين الاحساس وكاين الفن وكاين السونتيمو حاجه نتاع ربي. ما راناش متملقين او جينا الصباح فقنا مشينا غسلنا وجهنا رحنا للستوديو سجلنا درنا اسم لا بعد المثابره ومجهود فردي وصلنا وبدينا ايامات الكاسيط اختي سميره يعني صافي لونطون ايامات الكاسيط وايامات لي سي دي وبقينا غاديين هكا بشويه بشويه حتى وصلنا شحال من البوم قلت لك 24 البوم 24 البوم اه بمجموع 170 قصيده شعريه يعني. 170 قصيده شعريه اخر قصيده كتبتي اخر قصيده اللي كانت حتى هي جابت لي واحد المشكل اللي هي سنابي وفلتري. شنو هي؟ سنابي وفلتري. يلاه قول لنا سنابي وفلتري. سنابي وفلتري لبسي لميني وتعري ورا رجال يلاه تجري. هذه كانت قاصحه شي شويه وانتقدوني فيها. زين زين سناب والفلتر. غتحلق لي مشكل في الصراحه على خاطر انتقدوني فيها بزاف البنات. تفضل سنابي وفلتر يلاه. سنابي وفلتري لبسي لميني وتعري. ورا رجال يلا تجري هذا حالكم زين سناب والفلتر كيدوب بحال شي كاروشيستر احوجي اشهر المنكر ربي يفضحكم تجالسها بالجنب وتشوفها عن قرب راك تخليها وتهرب طاير زواكم تشرب معها كاس عصير تخرب عقلك التفكير والله عقلك معايا يحير وزيدوا القصيده راها طويله بزاف على خاطر ملي كتجي الحقيقه يعني هذا موضوع حاولت ما لعبتش على الموجه الموضوع هذا معاش كتدخلي دابا مواقع التواصل الاجتماعي كتلقاي برشا فتيات اللي ربما كتلقاها نتكلم انا بلغه الصراحه كتلقاها ما راهاش زينه في الصوره وكتلقاها مغروره اذا علاش غتعملي انت فلتر وصلاب باني بالحقيقه صح ما انت اخويا والله ما كاينش فلتر صحيح اختي سميره هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع وعملت مؤخرا البوم مع الفنانه الجزائريه شمس مالكري خلتي العشره حتى هي قالت مالكري خلتي العشره اش غادي نقول لك والله غتخلق لي مشاكل على خاطر والله موضوع عندي مواضيع حساسه برشا يا ودي غتكلم راه حنا كلشي والله 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 الحساسيه صابتنا كامله والله كلشي في طعمه بسال كلشي راه عايش في الخيال ماتوا السبوعه والرجال بقاو غير الاسامي تاخذ منهم عشره والو ديبلوم في الهضره يزينوا لك الصوره افهمني يا ادمي ما فيهمش حش الرجله يتقزلوا كيف الحجله وسوقهم حامي اوكي ونهضروا على الزواج قالوا لنا فوق الراس تاج علاش حالهم عواج راك المحكمه والمحامي الزواج اليوم رجع مصلحه ما عادتش فيه الراحه يا تاخذها سحاره يا الحلاحه يخمنك يا النكره طعامي صحيت عاشرتهم بالسيف بنادم ماشي نيجاتيف في طبعه بوزيتيف عملتوا لي زاناليست ترى بنادم غدار واو خطار ترى سهد وصهد نار ترى شبابي معاهم فنيت وخلي عشرة تنسى اللي تبعهم يتنسى درسة مسوسة بسبابهم تبليت تبليت انا بالكاس حتى شاب الراس ما ربحت معاهم غير التواس غير فهموني يا حبابي يعني كلمات شوف كنقيس لك الواقع من باب الوضوح هذا هو اللي كاين الشخص كيقول الشيخ الهامل يعرفوا غير الجيل ديال الثمانينات صحيح صحيح. الفن ولا التمنيات هما اللي عرفوه. فوقاش جات الفكره للهجره الى علاش اختاريت بالطبطوس؟ بكل صراحه اللي كان سببي هو محمد الحبيطري. على خاطر محمد الحبيطري عاش برشا في تونس من 2014 وهو على خاطر الحبيطري عاش في تونس فلما جا عندي الكازا هذه تقريبا سنتين كنا عملنا جوج اغاني عند استوديو بيساط محمد قال لي شاكر بلاصتك في تونس ففعلا مشيت لتونس. لقيت احبابي تما يستناوني بصدر رحب دوزنا مع في قناه تونسانه مع ميساء باديس
دوزنا في الراديو ديال ام اف ام مع بايا الزردي، زعما ناس كيقدروا الفن بارك الله فيهم. اكيد ما غاديش نقول الناس هذا هو اللي كاين. اما المغرب ما غاديش نقول ما يمكن انا حشام، ممكن انا ما يمكن ممكن نكون انا حشام كنحشم. مي كنلوح الغنايه مي كنلوح الغنايه كتجيب صدى، كتجيب صدى والله، بحكم في تنافس، مش في تنافس الاغنيه اللي في تنافس ما بين شاكر الهامل والشيخ الهامل بوعلام بن زويه تاع الجزائر. ربما الجمهور كيبقى عنده خلط، كيقولوا شاكر الهامل اخذ الاسم لبوعلام بن زويه. اما بوعلام بن زويه راه كان صديق ديالو، كنا خاو وكنا متفقين انه غنتلاقاو في تونس ونعملوا قصيده من الكلمات ديالي بعنوان اللي تيما. اللي عجبني فيك هو انك تقول قصيده ما كتقولش كلام، وفعلا الكلام ديال زمان كان عباره عن قصائد غنى زمان، لا حسني نصرو لا صحيح 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 كيغنيو قصائد. خلينا من دابا من شغل قطع الواي واي وكلام الزنقاوي، ياك ولا لا؟ اختي سميره، فما الفن وفما فن. برافو. شنو هي الغنايه؟ الغنايه هي الاحساس، الاحساس في اللحن والاحساس في الكلمه الهادفه. اغاني حسني دابا تاوي كتدخل للتيك توك كتلقاها برشا مشاهدات. علاش حسني ما دابا تاو 28 سنه مازال اغاني ديالو لحد الان مازال في التيك توك ومازال في جميع المنصات؟ على خاطر اغاني هادفه، اغنيه كتسجلها مثلا في هذا الاسبوع كتنفجر كيما نقولوا بحال دبوزه غاز، كتنفجر مده الصلاحيه نتاعها كان جور فتنطفئ هذه الاغنيه. لان الكلام ما كيوصلش للقلب واللي كيخرج من الناس دابا كيما نقولوا تيحاولوا يلعبوا على الطوندونس، ولكن الطوندونس ما عندوش حلاوه اختي سميره والله. نتكلم لك نحكي لك بالرسمي. شنو علاقتك مع الشاب سيمو؟ شنو علاقتك بيه؟ سيمو الفاسي اش غادي نقول لك؟ كان صديق ديالي وربي سامحه، غلط معايا صراحه الله. كتبت غنايه شنو درت انا في حياتي حتى طاحوا دمعاتي. كنت انا وياه، قال لي راه كاين فما استوديو في فاس عند غوباشي، انا صديق ديالو رواح بس سجلها. فعلا مشيت حطينا الموضوع، هو عجبوه الكلمات معايا، قال لي نخدم معك ديو. هو دابا راه غادي يشوف هذا اللايف هذا وممكن يعقب ويجاوبني، ما عنديش فما مشكل وما رانيش نكذب عليه، ولكن باش يتجرأ على انسان اكبر منه في السن وفي الفن ويسبني ويهيني بهذيك الطريقه ما نسامحوش اختي سميره. شو خالفك؟ سبني في الاخير والله، سبني في الاخير بكلام زعما وانا تعاملت مع تعاملين للرجال. انا اللي كاتب الغنايه، انا اللي مخلص لها الاستوديو باش تشدها وتحطها انت الاول في اليوتيوب وتضربني انا بلور ديتور كوبيرايت والحقوق خلاها لعنده، ولحتي انت الاول في التيك توك وانت الاول في الصفحه ديالك وكتبتي شنو درت انا في حياتي اغنيه للشاب سيمو الفاسي بمشاركه شاكر الهامل. يلا كي غادي لان الاغنيه ديالك انت تاعي، وفي التيك توك خدا مقطع ديالو هو اللي فيه نقول لك 10 ثواني وخلى واحد ميمطو جوج ثواني اللي فيها الصوت ديالي انا ونحى صوتي. تحس بان الاغنيه ديالك انت اش غادي نقول لك؟ كاينين الشهود هو اللي كاين. انا لو كان بغيت نوقف معاها كيما نقولوا نحطوا النقطه في السطر او نحطوا نوقفوا البيضه في الطاس، كاين يعني نعمل معاه شي التزام بين الكلمه الاغنيه من كلماتي انايا ومن الالحان ديال الغوباشي. انا تقت فيه قيس الغنايه، هو اللي عمل لي المونتاج، هو اللي تكلم بكل شيء باش نتضرب انايا بلوروا دوتور. لا رسالتك اليوم اللي توجه لي السيمو الفاسي. نعم. ربي يهدي، هو غلط معايا بزاف. ما شوف الفن بعدا اش غادي نقول لك؟ هو رساله نبيله. باش تكون فنان لازم انت تكون حاول تكون انت مدرسه، وهذوك الناس اللي غادي يسمعوك غادي يكونوا قدامك جالسين في كراسه وفي يدهم كراسه ويسمعوا لك انت كونك استاذ، كونك كتوصل واحد الرساله. باش تجي عندي البريفي انا وتسبني، لا ما تسبنيش باسكو يقرا 100 سنه ما يوصلش الشاكر لها. ما نقولها بكل تواضع وبكل جراه. انا ياما سمعوني ناس اختي شحال ياما منهم تزوجوا بالكاسيت ديالي انايا، تفارقوا تزوجوا بالكاسيت ديالي اختي سميره. ياما وعندنا رجال اللي كيقدرونا وتيحسوا بالاغنيه الهادفه ديالنا. باش تجي تكراشيني انا ما مساليش لك اخويا سيمو باش نسبك ونردك. فحسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذا هو ما غادي نقول لك. شاكر اذا قلت لي واشكون اللي كتشوف المغني عندنا في المغرب نمبر 1 في الراي؟ في الراي كيغني الراي كاينين واعرين صراحه الله. شوف انا ما عنديش مع لغه الخشب، مع لغه مع 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 لغه الخشب. كاين فنانه ولكن تهضر حقهم برشا. كاين الحبيطري. نعم. كاين الشاب مصطفى عمرو. الشاب عمرو، كاين الشاب بوعلام. باختصار كاين الشاب اعراب، راني غادي نمشي عنده البركان ان شاء الله هاد الايامات. محمد اعراب. وكاين الشاب نور، هشام نور، راه زينه الدوديه كتعرف. صافي نونطون الشاب هشام نور، راه الصوت الحنجره الذهبيه. للحساد وعداء النجاح ديالو عملوا له زاج مطحون، عملوا لي في كوبايت. شنو داروا له؟ زاج مطحون. للشاب هشام نور،
هو يسكن في السباجه ودخلي على اليوتيوب وكتبي الشاب باش منوعه. شو داروا له؟ احكي لنا هذا الوقت. الزاج مطحون 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 وشربوا مسكين خسر على روحه بريسك 50 مليون وضاع مسكين في الحنجره ديالو. انا دابا كنتواصل نسمعك لي زوديوهات ديال هشام نور تبكي الدم. شكون اللي دار اعداء النجاح وراه كان ايامات محمد راي ويامات الشاب اعراب ويامات زينه الداوديه وراه زينه الداوديه والداودي زاروه في السبيطار لما كان مريض في ذاك الوقت. هشام نور اختي سميره بحثي عليه وهشام نور غني عن التعريف. عزاج مطحون شي واحد من الفنانين هو سير دابا ما عرفش الضربه منين جاته. انا نتكلم صريح. شوف اختي سميره ولما تواصلت انا ويا قال لي شاكير راه نسمعك لي زوديوهات ديالو شبكي يا سميره دمروه دمروه. هو كان تيخدم مع ايديسيون في ذاك الوقت مع الجزيره مع محمد الجزيره ايامات الكاسيط. هشام نور راه كنحاول دابا باش نرجعوا معايا الساحه الفنيه نخدم معاه كيما خدم معايا عمرو والفنانه الكبار. نحاول نرجعوا معايا الساحه الفنيه بالكلمات نتاعي وبالمجهودات ديالي انا. شي سهرات في المغرب؟ انا تاوي يلاه جيت دابا حاليا. بعد سنتين؟ يلاه جيت سنتين ونصف. انا يلاه جيت دابا حاليا غادي نوجد كيما نقولوا حاجات كيما نقولوا بعض الاغاني. عندي قصيده بعنوان ياك تزوجتي ايوا وما دارش هذيك العام وطلقتي ايوا علاش ليا رجعتي؟ هي عندي غادي خليها محفوظه دابا محفوظه محفوظه. وعندي يا البارمان صب وخليني ننسى الحب. خليها مفاجاه للجمهور اختي سميره. يا البارمان صب وخليني هادو كلهم قصائد يلاه 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 مكتوبه اختي يلاه مكتوبه وان شاء الله غادي من بعد ان شاء الله غادي ننزلها على اليوتيوب يسمعها يسمعوها الجمهور ان شاء الله اختي سميره. مرحبا مرحبا اختي ما فماش غرام مشكل. وغادي نصب يكون لنا لقاء معك اخر ان شاء الله بلاطو من مرحبا اختي سميره مرحبا مرحبا. خليك تقول كلمه اولا الشكر لك كما قلت لك اختي ديجا اللي تعجبني فيك الجراه والجراءه والمواضيع الهادفه. كاينين الناس اللي كيقولوا كذا كذا ولكن شوف الشجره المثمره هي اللي كتضرب باه يطيحوا الثمار ديالها. هذه اولا. بعد وبرنامج نتاعك اجتماعي هادف يعني ما كاينش الله يا ودي وشاءت الاقدار انه نكون معكم ما فماش مشكله اختي سميره. مرحبا اختي سميره والشكر لي وتحياتي للجمهور شاكر. كان برفقتي الفنان شاكر الشهير الشيخ الهامل. تعرفتوا عليه معنا كنوعدكم بلقاء غادي يكون حصري في قناه بلاطو شوف تيفي مع